جدي الحاج محمد عودة رحمة الله عليه، يعني كان فخر لكل حد يعرفه، واللي ما يعرفوش كان بيبقى عايز يبقى ليه صلة بيه. ساب لنا أحسن إرث، ساب لنا السيرة الطيبة اللي هتمتد الأحفاد أحفاد أحفاد أحفاده، وكلنا نبقى عايزين نبقى زيه. أنا في مجال شغلي كشاعر اتعلمت منه حاجات كتيرة، اتعلمت منه اللباقة، الحنكة، كل حاجة ذات ثقة اللي اتعلمتها منه بجد في شغلي. وأنا في نزل لي 4 دواوين رباعيات صاحب الجمال، 1 و2 و3 و4، عملت إهداء الثالث والرابع، كنت بكتب له إهداء، الإهداء الأولاني ليه لأن هو فخر ليا، واللي جاي إن شاء الله إهداء لروحه، وهكتب كتير جدا عنه. وكلنا بنتمنى، أنا ذات نفسي بتمنى زيه أبقى جزء صغير من اللي هو وصل له. حب الناس من غير رياء، من غير نفاق، حب الناس بجد، مش في محافظة القليوبية بس أو في شبرا بس، لا، في أي مكان بروحه على صعيد مصر كل الناس سايب لنا سيرة طيبة، سمعة طيبة. بعيدا عن المجال السياسي، كونه كقاضي عرفي وشيخ عرب حل مشاكل كتير جدا بالناس، عمل أطيب حاجة ممكن الناس تعملها في الأرض، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال إصلاح ذات البين وقضاء حوائج الناس. يا رب يا رب يا رب أبقى زيه، أبقى حاجة صغيرة منه.